الزوج المصري مظلوم علشان لا مؤاخذة يعني، لو اتخانق مع مراته على كوباية شاي، لو قال لها اعملي لي كوباية شاي وما عملتش كوباية شاي، بتروح تطلع على محكمة الأسرة. لا، الزوج المصري ظالم أكيد. ليه؟ لأن هو عايز كل حاجة وما يديش أي حاجة. عشان نقول الزوج المصري ظالم ولا مظلوم دي مقولة خاطئة، لسبب، لأن إحنا النهاردة المفترض إن الأسرة تعاون ومشاركة ما بين الزوج والزوجة، وبيبقى فيه بينهم مودة ورحمة. ظالم، لأن بتشوف أغلبية 90% الرجالة قاعدة ونايمة، وحرامهم اللي يطلع من الساعة 6 والساعة 7 يطلع يشتغل. ظالم ومظلوم في نفس الوقت. يعني هو ظالم ساعات ما بيقدرش مجهود الست في البيت وفي الشغل، الوقت الست بتشتغل طبعا وبتساعد الاسره وكده، وفي نفس الوقت مظلوم لان هي ضغوط الحياه هي طحناها لوحديها يعني، فالحياه ظلماه وهو ممكن يكون ظالم بالنسبه لزوجته لان هو مقصر مثلا معاها في حاجه بتاع. اول حاجه احنا زيكم بنشتغل زيكم، صح ولا لا؟ بس احنا بيبقى عندنا البيت والشغل بتاع بره وشايلين مسؤوليات. هو ايه دوره؟ دوره ايه هو؟ انا عايز اعرف دوره اللي هو حضرته. ساعات واكتر الرجاله بتبقى قاعده على القهوه بره، مفيش رجاله بتشتغل، وحاطين كل الحمل دلوقتي على الستات. في ستات بتشتغل وفي ستات تصرف على جوازها، وفي ستات يعني نايمه في البيت وجوازها رجاله، عشان كده هم اللي بيشتغلوا. والله انا شايف ان مش كل الازواج ظالمه ومش كل الازواج مظلومه يعني، ولكن هو بيرجع للشخص نفسه والبيئة اللي هو ناشئ فيها، وبيرجع برضه للزوجة، هي الزوجة ايه؟ لا، ظالم بيجي على الست كتير يعني، ممكن الست تبقى في حاجة ما عملتهاش وهو متخيلة ان هو ممكن تكون عملتها، وده بيبقى في ذات حده ظلم. لا، هو ظالم ومظلوم الاتنين. ليه بقى؟ عشان هو مظلوم في عيني ايه؟ هات وانت جاي، هات وانت جاي، هات وانت جاي، هات وانت جاي. قال لها طب مفيش حاجه خدها، قالت له لا خد الزباله وانت نازل. بص، حسب موقف كل اسره، الزوج المصري مظلوم في كل الاحوال لان هو مطحون في مشاغل الحياه اليوميه، والزوجه بتبقى مظلومه لانها مش واخده كامل حقها. ولا ظالم ولا مظلوم، هو مكافح، بيكافح عشان خاطر عياله وعشان خاطر بيته، هيعمل ايه يعني؟ في حالات بيبقى فيها ظالم وفي حاجات بيبقى مظلوم، لما تكون الست هي يعني بتعمل حاجات مش كويسه او الظروف الاجتماعيه مش كويسه حواليهم، بيبقى يعتبر ظالم، ولكن لو هو اتقي الله معاها مش هيبقى ظالم. مظلوم، لان هو بيصحى من الصبح يفضل يشتغل يشتغل يشتغل، يروح البيت تلاقي مشاكل بقى وعيال بيعيطوا وبتاع، فبيعرفش يهدي دماغه خالص او ياخد فرصته ان هو يرتاح. بالنسبه لحالات انا، عشان انا راجل متجوز، يعتبر ظالم، لان انا الحمد لله معايا المدام بتاعتي ادب واخلاق واحترام، فانا بفتر عليها شويه يعني، بروح البيت مثلا بلاقيها محضره كل حاجه، بابا انا جاي من الشغل متضايق، بطلع غلب فيها، بزعق فيها من غير اي سبب. بعض الاحيان بيكون ظالم، وفي بعض الاحيان بيكون منظوم، وهي العكس برضه نفس القصه حسب الموقف هو يعني.